كيف يمكن أن تستغل الحكومة الحالية والمستقبلية فوز الجزائر بكأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية في تاريخها؟ يقول الخبراء أن الروح المعنوية مرتفعة جدا هذه الأيام، وهي من بين المؤشرات التي تدخل في الحسابات الكلية للنمو الاقتصادي، روح كبيرة ينبغي توظيفها لمضاعفة الكفاءة الإنتاجية والإحساس بالمسؤولية في العمل، خاصة بعد زج المسؤولين السابقين في السجون وشن حملة كبيرة لمحاربة الفساد. والجدير بالملاحظة أن النشاط التجاري والاقتصادي قد بدأ ينتعش منذ العودة القوية للمنتخب الوطني في نهائيات كان 2019. الفوز الجزائر بالكان بالنسبة إلى سنة 2019 سيكون لديه ارتدادات إيجابية اقتصادية من حيث أنه ستكون الجزائر خلال السنوات القادمة أيضا وجهة سياحية، سيكون هناك أيضا إقبال شديد جدا من جاليتنا اللي في الخارج نحو الجزائر، سيكون هناك تحسن أيضا من ناحية أيضا حتى المردود أو مخزون الجزائر بالعملة الصعبة انطلاقا من التحويلات بالعملة الصعبة بالنسبة إلى المغتربين الجزائريين، وهي أيضا مؤشر أيضا يؤخذ بعين الاعتبار بعد ما أتت سياسات القضاء على هذا الفساد الاقتصادي وعلى هذه البارونات وعلى عصابات الفساد في الجزائر أكلها ونتائج إيجابية نشهدها من اليوم. من جهة أخرى، خبراء القطاع السياحي يعتقدون فعلا بإمكانية قيام بعض نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم بعمل دعاية تسويقية لسياحة الجزائرية، غير أن ذلك يكون وفق خطة مسبقة لا تعتمد فقط على الظرفية التي لن تحقق نتائجا كبيرة. يعني أكيد نقدر نستغل مثلا للترويج مثلا لاعبين الفريق الوطني، وهذه راهي تقنية حديثة، ونقدر نقول لك سيين طندنس هادو ما يقولوا لهم لزانفلونسر كيفاش يقدروا يأثروا على الزبون الأخير النهائي باش يختار الوجهة تاعو. أكيد، لكن لازم هاد السانحة تدخل في استراتيجية اللي كنت تكلمت لك عليها من قبل، استراتيجية تكون مبنية على أسس علمية مع على أسس حديثة، وهذا الشيء لن يتأتى إلا إذا كانت عندنا الإرادة السياسية اللازمة. وتستثمر بعض البلدان النامية في قطاع الرياضة بنسب مركزة وجعلها صناعة حقيقية تساهم في الدخل الوطني القومي، غير أن الجزائر في فترات سابقة لم تستثمر شيء الكثير في البنية التحتية وبناء رياضيين حقيقيين، فهي تعتمد منطقة الظرفية دون وضع الخطط المسبقة.